ايه هو علم الانعكاس؟ علم الانعكاس هو علم الرفلكسولوجي. علم تمام الرفلكسولوجي انا حبيت ان انا اختار المجال ده واعمل فيه تمام بحث واقدم فيه رساله الدكتوراه رسالة بتاعتي. الدكتوراه. تمام ايوه، لان هو علم من ايام الفراعنه. تمام كان الملك زوسر والكاهن أنيك ماحور هم أول من اكتشفوا هذا العلم على يدهم، لأنهم كانوا بيستعملوه عن طريق القدمين واليدين والأذنين بالضغط على نقاط عصبية معينة في القدم. ما شاء الله. بيحصل ترددات للجهاز العصبي المركزي إلى الحبل الشوكي إلى الدماغ، يفتح صيدلية بشرية موجود سبحان الله فيها سبحان كافة الله. شيء ربنا خلقنا، موجود في أجسادنا كل شيء، يعني كل ده له دواء. سبحانك يا رب. سبحان الله، المسكنات موجودة في الصيدلية دي، لكل داء المعادن، دواء. تمام المعادن، الفيتامينات. بس بالضغط عن النقاط الانعكاسيه دي بيبدا الجسم يجيله نبضات شفائيه، لان القدم خريطه مصغره من جسم الانسان. تمام ما شاء الله.